تحية كبيرة جدا لكل القضاة الشرفاء من المصريين ال 15,000 اللي موجودين في جميع أنحاء الجمهورية بيأدوا رسالتهم. تحية كبيرة جدا لوزارة الداخلية اللي بتأمن كل ما هو يتعلق بالانتخابات الرئاسية. كل اللجان في على مستوى الجمهورية مسؤوليتهم وزارة الداخلية تأمين هذه اللجان وتأمينك أنت يا مواطن يا مصري عشان تنزل تدلي بصوتك بكل حرية وبكل شفافية باختيار رئيسا للجمهورية. حضراتكم هذا البيان من الهيئة الوطنية للانتخابات إنه في أعداد لم تسبق من قبل، يعني الأعداد ما حصلتش قبل كده في أي انتخابات، يعني إنه في كثافة عظيمة جدا. كمواطن مصري بسيط بقول لحضراتكم يا مصريين كل الشرف وكل التحية لحضراتكم إن كنتوا زاد الوعي عندنا، زاد الوعي عند المواطن المصري والمواطنة المصرية. كل التحية لكل أجهزة الدولة المصرية على في خلال عدة سنوات الماضية إنها ترفع وعي المواطن المصري. كل طالب وكل تلميذ كلية ومدارس، كل قسيس ورهبان، أقباط مصر العظماء، كل شيوخ الدين في كل مساجد مصر، كل الناس الوطنيين اللي اترفع عندهم الوعي بقيمة الدولة المصرية وأمن الدولة المصرية وكل ما يتعلق بالأمن القومي المصري في اتجاهاته الاستراتيجية الأربعة. الوعي كان هو البطل، وبإذن الله تعالى تستمروا النهاردة بالليل لغاية الساعة 9، وتستمروا أيضا يا مواطنين يا مصريين يا 105 مليون مواطن مصري تقولوا لبعض أهمية نزول المواطن المصري لأن هو يدلي بصوته ويختار رئيسه أيا كان، أيا كان اللي أنت هتختاره. لازم نوضح لكل التحديات اللي حوالينا ان احنا ورا رئيسنا ايا كان الرئيس، لانه التحديات اللي حوالينا بتقول ان احنا لازم نبقى صف واحد وايد واحده امام كل التحديات اللي بتحصل حوالينا. رحت انتخبت وكان ليا الشرف ان انا اروح وانتخب في مدرستي، مدرسة طبري الإعدادية والثانوية في مصر الجديدة في روكسي. حاجة إيه الجمال ده وإيه التسهيلات دي وإيه الجمال ده وإيه الناس المحترمة اللي أنا اتعاملت معاها في إن أنا أديها البطاقة وإن أنا أختم وإن أنا أمضي وإن أنا أروح وأبص كده في الورقة وأبص على الأربعة المرشحين لرئاسة جمهورية وأختار بحرية. بس قبل ما أختار كنت عمال أفكر، عمال افكر وتخيلت كده كل التحديات اللي بتواجهها الدولة المصرية، من اطماع في سيناء، من ايام الارهاب اللي قضينا عليه اللي كان موجود واستشهد من المصريين الشرطة والجيش العظماء عشان نحافظ على امن وامان بلدنا، وما زال لحد دلوقتي اطماع في سيناء ارض سيناء بنزوح الفلسطينيين من الاسرائيليين ليه دخولهم في سيناء وتصفية القضية الفلسطينية، للأمن القومي في اتجاهاته الاستراتيجية الأربعة اللي مفيش دولة في العالم زيها زي جمهورية مصر زي بلدي بتتهدد من جميع الاتجاهات، قلق في السودان وقلق في ليبيا وقلق في إسرائيل وسيناء وقلق في البحر المتوسط في الشمال، للتهديد للأمن المائي لجمهورية مصر العربية. حصل وعي عند المواطن المصري كبير جدا في كل التحديات اللي بتحصل في خلال السنوات الماضية، وكل التحية لكل الجهات اللي خلت المواطن المصري من أصغر واحد إلى أكبر واحد يبتدي يبقى عنده وعي أكتر. بغض النظر أنت هتختار مين، بغض النظر أنت هتختار رئيسك مين، المهم دلوقتي مصر، وانك قعدت تفكر مين من
يعني المفروض انتخب مين؟ عشان عندنا مشاكل، عندنا مشاكل اقتصاديه اللي موجوده في كل حته في العالم، وعندنا مشاكل حضرتك في الاسعار والتضخم اللي موجود في كل حته في العالم، ومشكله الدولار والجنيه المصري. حتى افكر ان ايه ده كميه التحديات اللي مش موجوده في اي دوله في العالم دي. الناس اللي موجودين في اللجنة قالوا ايه ده، ايه مين ايه الشخص اللي عمال يتخيل ده وعمال ما تمضي يا عم وتقول مين، ما تفكر، ما انت المفروض تفكر في البيت. قلت له بس حضرتك بس ثانية واحدة بس فكر، انا بعلم على مين هيمثل جمهورية مصر العربية امام كل التحديات دي، انا بعلم على مستقبل بلدي. مش بعلم على كراسة ولا مش أي انتخابات، مصر مش أي بلد، مصر مش أي بلد زي أي بلد بيبقى فيها انتخابات، ده المنطقة كلها ولعة وإحنا الوحيدين الحمد لله بفضل الله علينا وفضل الجيش والشرطة اللي عندنا أمن وأمان. فاكرين لما كنا حضرتك بنعمل لجان عشان نحفظ العمارة اللي إحنا عايشين فيها عشان الإرهاب مرمي في الشوارع؟ وفي دولة كده يا جماعة باللي احنا مرينا بيه ده كله من بعد 25 يناير مرورا بالثورة العظيمة 30/6/2013 مرورا طبعا بحكم الإخوان الإرهابية وعي البطل في هذه الانتخابات هي الوعي، وننشر الوعي أكتر ما بيننا وما بينهم من بعض عشان اللي لسه منزلش يدلي بصوته في مستقبل بلدنا مصر، ينزل ويقول رأيه بكل حرية.